قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوم أمس بزيارة إلى ضريح رئيس تركمانستان الشقيق السابق صفر مراد تركمان باشا ومسجد تركمان باشا، وذلك بقرية قبجاج القريبة من مدينة عشقباد العاصمة. يرافقه سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الوزير المرافق، حيث كان في استقبال جلالته مفتي تركمانستان الشقيقة سراييف تشاري جلدي. وفي بداية الزيارة قام جلالة الملك المفدى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل. بعد ذلك قام جلالة العاهل المفدى بجولة في مسجد تركمان باشا، اطلع خلالها على التصاميم العمرانية الفريدة للمسجد والتي تعكس جمال العمارة الإسلامية الأصيلة، حيث صلى جلالته ركعتي تحية المسجد، واستمع جلالته إلى إيجاز من مفتي تركمانستان الشقيقة حول مراحل إنشاء المسجد ودوره في خدمة القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا ونشر العلوم الدينية والثقافة الإسلامية السمحة. وفي ختام الزيارة أشاد جلالته بجهود القائمين على هذا المسجد متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.